أهلا بكم ضمن جولة الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. البداية من جريدة المساء التي كتبت أن عملية التلقيح ستتوسع الأسبوع المقبل بعد التوصل بشحنتين من الصين والهند، حيث أن شحنتي لقاح يرتقب أن تصل إلى مطار الدار البيضاء قبل نهاية الأسبوع الجاري، قادمتين من الصين والهند، ما سيمكن من رفع وتيرة عملية التلقيح وتوسيعها، حيث سيرتفع عدد الملقحين يوميا من 50,000 مستفيد إلى رقم أكبر. وفي نفس السياق تطرقت صحيفة الاتحاد الاشتراكي إلى حصول المغرب على أزيد من 1,800,000 جرعة من لقاحات كورونا عبر آلية كوفاكس، حيث أوضحت اختصاصية التلقيح في منظمة الصحة العالمية آن ليندستراند أنه من المفترض أن تتلقى جميع البلدان كمية جرعات متناسبة مع عدد سكانها لتلقيح المجموعات ذات الأولوية الأكثر إلحاحاً بحسب اليومية. ونختم جولتنا اليوم في الصحف المغربية بجريدة رسالة الأمة التي ذكرت أن المغاربة يقضون يومياً حوالي ساعتين ونصف في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه يومياً مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب حوالي ساعتين وتسعة وعشرين دقيقة، وهو وقت أكثر من المتوسط العالمي البالغ ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة.